ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ من يومين كده كنت كتبت بوست وقلت لو في اي حد عنده استفسار او اي سؤال خاص بمجال مصانع الدواء يكتب لي، وانا ان شاء الله هجمع الاسئله كلها وهرد عليها في صوره فيديو. النهارده ان شاء الله انا هردك على كل الاسئله اللي جت. اول سؤال جه من نورهان كامل، بتقول محتاجه يبقى عندي سكيلز ايه او تقدير ايه علشان اقدر اشتغل في مصنع، وايه هي مميزات وعيوب شغل مصانع الادويه؟ بص يا نورهان، طول ما انت في الكليه فالتقدير هو اهم حاجه. اي حد في الكليه بالنسبه له التقدير هو اهم حاجه، لان هي دي شغلته، ما بيعملش حاجه تاني غير كده. لكن السؤال بقى، هل التقدير ده له علاقه بالحياه العمليه ولا لا؟ الاجابه طبعا لا، ملوش اي علاقه بالحياه العمليه، ما هوش الفيصل. الحياه العمليه ليها متطلبات تانيه كتير جدا، يعني التقدير ده حاجه ثانويه او تقريبا ملوش علاقه خالص. يعني المتطلبات دي بتعتمد اكتر على السوفت سكيلز او المهارات الشخصيه بتاعه البني ادم، زي مثلا القدره على مواجهه المشاكل، ازاي يشتغل تحت ضغط، ازاي يشتغل في يبقى عنده روح العمل الجماعي، ازاي يعرف يتعامل مع الفئات المختلفه اللي بيقابلها في القطاع الخاص، ازاي يقدر يدير منظومه، ازاي يقدر يواجه المشاكل، ازاي يقدر يبقى مسؤول ما يهربش من المسؤوليه. كل الحاجات دي متطلبات اساسيه لازم تكون موجوده في اي شخص بيشتغل في مصنع. والاتش ار هو بيعمل المقابله، بيحاول بقدر الامكان ان هو يستشف من الشخص اللي قدامه هل هي فعلا الصفات دي موجوده فيه ولا لا. ده الاساس. اما التقدير مهم طول ما انت في الكليه بس. طيب الجزء الثاني من السؤال، ايه هي عيوب ومميزات مجال مصانع الادويه؟ بصي، المميزات طبعا اول ميزه ان بالنسبه للناس الفريش جراديويتس، هم في ناس كتير جدا بتفضل ان هم يشتغلوا في حاجه بتبقى ريليتد للوضع اللي هم كانوا فيه في الكليه، السكاشن والمعامل والجو الجميل ده، في ناس بتحب ان هي تفضل كده، فبالنسبه لهم مجال المصانع مناسب جدا للناس دي، للنوعيه دي من الناس. وخاصه قسم الكيو سي او قسم المعامل بيبقى ريليتد جدا للكليه، شغل الكليه، فدي ميزه طبعا كويسه جدا للفئه دي من الناس. يعني الميزه الثانيه ان انت بتبقي محكومه بعدد ساعات ثابت كل يوم، يعني بتشتغلي كل يوم من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 5، بعد كده خلاص بتنتهي صلتك بالمصنع، بتعيش حياتك عادي خالص، بتفكري في اي حاجه ثانيه. لكن طول ما انت في المصنع بيبقى تركيزك كله في الشغل، غير شغلانات ثانيه كتير جدا ليها علاقه بالدواء برضو، بيبقى الشخص طول الوقت طول اليوم دماغه في الشغل، بيبقى طول الوقت محطوط تحت ستريس وتحت ضغط تحقيق تارجت معين مثلا او حاجه مطلوبه منه، فبيبقى طول الوقت مضغوط. احنا عندنا في المصانع الوقت نوعا ما مش بيبقى كده، يعني حتى الاستريس بيبقى من نوع تاني، فدي طبعا ميزه جامده جدا في موضوع مجال المصانع الدواء. الميزه الثانيه ان انت بتبقي شغاله في مكان ثابت، في ناس ما بتحبش ان هي تقعد تروح وتيجي وتلف وبتاع، بتحب انها تقعد في مكان ثابت طول يوم الشغل، طول يعني طول فتره العمل بتاعتها، فمجال المصانع كده. طيب عيوب المصانع ايه؟ الروتين، يعني الميزه اللي انا قلتها في الاول ان هو عدد الساعات الثابت، في ناس بتبقى شايفه ان ده روتين، ما بتحبش كده، هي بتبقى عايزه ان هي طول يعني تشتغل بمزاجها بعدد ساعات معينه هي عايزاها في وقت معين بالطريقه اللي هي عايزاها. لا، مجال المصانع مش كده، مجال المصانع روتيني جدا، بنشتغل كل يوم عدد ساعات ثابت، واحيانا بيزيد بيبقى في اوفر تايم، واحيانا بتبقى الاجازات قليله جدا، ممكن تبقى يوم الجمعه بس، فده عيب برضو من عيوب مصانع الدواء. العيب الثاني المرتبات، المرتبات ما هياش احسن حاجه، مرتبات كويسه نوعا ما بس مش احسن حاجه، في اماكن في مجالات ثانيه كتير خاصه برضو بالادويه مرتباتها احسن، فده برضو احد عيوب مصانع الادويه. تاني سؤال من لمياء محمد، بتقول كنت عايز اسال عن الار ان دي ازاي اوصل له وانا ما عنديش اي وسطات ومستعد ابدا من الصفر. بص يا لمياء، بالنسبه للجزء بتاع الار ان دي، علشان تشتغلي في الار ان دي لازم يبقى عندك باك جراوند كويسه جدا في الصيدلانيات او السيوتكس، وعلشان كده الار ان دي ده دايما بيبقى الاولويه فيه للصيدلي مش للكيمست، مش لخريج علوم. مش معنى كده ان خريج علوم ما بيشتغلش في الار ان دي، في ناس كتير جدا بتشتغل في الار ان دي وهي خريجه علوم وبيتفوقوا فيه كمان، ولكن طبعا الاولويه علشان نبقى واقعيين بتبقى للصيدلي لانه بيبقى دارس صيدلانيات، فانت اقري كتير في الصيدلانيات في السيوتكس، ده ان شاء الله هيأهلك ان انت تبقي كويسه جدا لما تشتغلي ار ان دي ان شاء الله. الجزء الثاني، انا ما عنديش اي وسطات ومستعد ابدا من الصفر. بالنسبه بقى لموضوع الوسطات، بصوا يا جماعه، فكره ان انا يبقى اعرف حد في المصنع والحد ده يعمل لي ريكومنديشن، يعني يقول يتكلم عني كلمتين حلوين وابقى انا فعلا قد الكلام اللي هو هيقوله ده، ده انا من وجهه نظري ما بعتبروش واسطه. ان شخص يرشحك لشغلانه معينه او يشكر فيك او يقول ان الشخص ده بتاع شغل وهيسد في الشغلانه دي وعنده روح العمل الجماعي والكلام الحلو ده كله، لو هو فيك فعلا، لو الكلام ده فيك، انا ما بعتبرش ان دي واسطه، ده ريكومنديشن. الناس اللي بتقدم في المنح الدراسيه هتفهم كلامي كويس جدا، في حاجه في الايتمز بتاعه تقديم المنح الدراسيه، في حاجه اسمها ريكومنديشن ليتر، ان انت خطاب التوصيه، اللي هو انت حضرتك بتروح لدكتور جامعي مثلا او حد اكاديمي كبير بيكتب عنك كلمتين حلوين بيساعدوك بعد كده ان انت تتقبل في المنحه بكل سهوله، فدي مش واسطه، دي حاجه ليجل، انا مش بعتبرها واسطه الصراحه.
فانت لو تعرفي حد في المجال والحد ده هيشكر فيكي وهيشكر فيكي فعلا عن ثقه وكلامه هيبقى صح، الجاي له مفيش مشكله خالص، مش عيب يعني، دي حاجه ليجل وناس كتير بتعمل كده وبتشتغل بالطريقه دي، ودي ما بتعتبرش واسطه خالص. ثالث سؤال من عبد الله حدادي بيقول: ما هي المهارات المطلوبه لشغل في مصانع الادويه والاغذيه كوني خريج تخصص احياء دقيقه؟ بص يا عبد الله، نفس الاجابه على السؤال الاول، الشغل في مصانع الادويه بيعتمد في المقام الاول على المهارات الشخصيه، السوفت سكيلز، الحاجات البيرسونال بتاعتك انت، زي ما قلت في الاجابه الاولى، التعامل مع الناس، التيم ورك، الشغل تحت ضغط، هو ده الاساس، هو ده الفيصل. فركز على الجوانب دي وان شاء الله ربنا يكرمك. في بعد كده محمود عيسى بيقول: يا ريت لو يبقى في فيديوهات خاصه عن الاجهزه المستخدمه في المعامل وطريقه الاستخدام وشرح عملي في الاستخدام ان امكن، لان احنا عندنا في الكليه مفيش ولا جهاز من الاجهزه دي بنتعرض ليها عملي، كله نظري ورسم كروكي لميكانيزم الجهاز فقط. كلامك صح جدا طبعا، وطبعا هو الافضل ان انت تتعرض للاجهزه دي على ارض الواقع، ان انت تشوفها لايف، يعني بيثبت المعلومه اكتر وبيسهلها. انا هحاول بقدر الامكان ان انا اجيب لك صوره الجهاز نفسه وفيديو لطريقه شرح الجهاز على ارض الواقع، يعني افضل طبعا من الرسم الكروكي بكتير. هحاول ان شاء الله اعمل كده في المحاضرات اللي جايه باذن الله. احمد جبريل بيقول: يا ريت لو يكون في شرح عملي تفصيلي للاتش بي ال سي. حاضر يا احمد، انا في سلسله المحاضرات اللي انا بعملها عن الكيو سي انا ماشي واحده واحده، ان شاء الله هيجي الدور على الاجهزه والاتش بي ال سي ان شاء الله هشرحها بالتفصيل وهتنبسط باذن الله. وليد السعدي بيقول: يا ريت تتكلم عن الفينشد برودكت ستابيليتي تيست، لان هي تعتبر بصمه تميز مصانع الادويه عن الاغذيه. كلامك صح طبعا، القسم بتاع الاستابيليتي ده من الحاجات المهمه جدا اللي بتميز مصانع الدواء، وان شاء الله الشرح بتاعها جاي في الطريق باذن الله في سلسله المحاضرات اللي انا بعملها. هو اختصار كده موضوع الاستابيليتي تيست على الفينشد برودكت، هو ان احنا لما بنحلل الفينشد برودكت وبياخد كونفورم ما بنطلعه، يعني بنطلعه طبعا للسوق وكل حاجه، بس بنتابعه بقى وهو في السوق. المفروض ان احنا بنحط الفينشد برودكت دي في ظروف قاسيه جدا، ظروف صعبه، وكل فتره كل انترفال بنحللها، بنعيد تحليلها تاني ونشوف هل الماده الفعاله اتاثرت ولا لا، علشان نضمن جودتها طول فتره الفاليديتي بتاعتها في الصيدليه. فان شاء الله انا باذن الله هتكلم بالتفصيل على موضوع الاستابيليتي ده في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. محمد بركات بيقول: كنت عايز اعرف لو في جايد لاينز خاصه بالبروسيس فاليديشن والتشنج كنترول. بص يا محمد، ابعت لي الميل بتاعك والحاجه انا مجهزها وكل حاجه تمام، ابعت لي الميل هبعتها لك على طول. اخر سؤال من ايمان احمد بتقول: ازاي ابقى مؤهله ان اشتغل في الار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت في اي مصنع، وايه المفروض يكون موجود في السي في بتاعي يخليني مؤهله لشغل زي ده؟ بص يا ايمان، شغل الار ان دي انا قلت عليه في الاول، اهم حاجه لازم يكون عندك باك جراوند كويسه جدا في علم الصيدلانيات السيوتكس، هو ده اساس شغل الار ان دي. ايه المفروض يكون موجود في السي في بتاعك يخليكي مؤهله للشغل زي ده او لاي شغل، مش لازم شغل زي ده. بصي، الاعلان، الشركه لما بتنزل اعلان ناس كتير جدا بتبعت سيفيهات، والسيفيهات بيبقى فيه حاجات كتير جدا مشتركه ما بين الناس وبعضها، يعني مثلا ناس كتير بتبقى جيد جدا، ناس كتير بتبقى جايبه امتياز، ناس كتير بتبقى كويسه جدا في الانجليزي، في حاجات كتير جدا مشتركه ما بين الناس، لكن في النهايه هو بيبقى محكوم بعدد سيفيهات معينه بيختارها علشان يكلم الناس تيجي تعمل مقابله. علشان يبقى السي في بتاعك مميز بالنسبه لمجال مصانع الدواء، لازم لو انت لسه فريش جرادويت لازم يبقى عندك حاجه بتميزك عن بقيه الفريش جرادويتس التانيين. بمعنى يفضل طبعا ان انت تعملي امبروفمنت او تعززي السي في بتاعك بفتره تدريب، مثلا تدريب صيفي في اي مصنع لو انت اتدربتي، لو ما عرفتيش تدربي ممكن مثلا تكتبي ان انت حضرتي سيشن معينه مثلا عن حاجه معينه ليها علاقه بمجال المصانع، حضرتي تريننج، حضرتي اي حاجه حتى ولو كانت اقل من فتره التدريب، يعني حتى لو كانت حاجه بسيطه، مجرد بس انت بتقوي السي في بتاعك بتعززيه عن اي سي في تاني بتاع اي حد فريش ما احتكش خالص بمجال مصانع الادويه، ده بيدي انطباع كويس وبيخلي السي في بتاعك مميز بحيث ان هم يختاروه ويكلموك تعملي مقابله. طيب انا في نقطه بقى عايز اتكلم فيها لكل الناس اللي لسه ما اشتغلتش. بصوا يا جماعه، الشغل في المصانع بيعتمد على ثلاث حاجات، هم ثلاث نقط كده لو توصلوا ببعض عملوا مثلث، بنسبة 95% الاتش ار بيكلمك وبتيجي تعمل مقابلة. ايه هما الثلاث نقط دول؟ طبعا اول حاجة طبيعي جدا اي اعلان بينزل نازل تعمل سي في وتقدم، ده الاساس، دي اول نقطة. النقطة الثانية لازم السي في بتاعك زي ما قلت لازم يكون مميز، تحاول تعززه بأي حاجة، لو انت راجل اكسبيرينس في مكان تاني حاول تكتب السي في بطريقة منمقة، بطريقة تعرض فيها خبراتك السابقة بحيث تبقى مميز عن اي حد تاني، ولو انت لسه خريج جديد حاول تعزز السي في بتاعك بأي فترة تدريب او لو محاضرة بسيطة بس كده تثبت ان انت عندك باك جراوند ولو بسيطه عن مجال الدواء. دي تاني نقطه. النقطه الثالثه مش عيب خالص يبقى ليك حد في المجال يعمل لك ريكومنديشن على حق ويقول ان الشخص ده فعلا مؤهل
ده الشخص ده كويس ومؤهل ان هو يشتغل معانا، ده مش عيب خالص، عادي جدا لو قدرت توصل لحد معرفه يعملك ريكومنديشن تبقى حاجه كويسه جدا. دي تالت نقطه. التلات نقط دول لو اتوصلوا ببعض بنسبه كبيره جدا الاتش ار بيكلمك وبيبقى فرصتك ان انت تشتغل سهله جدا عن اي حد تاني. طيب لو قدرت تحقق اول نقطتين وما قدرتش تحقق التالته اللي هي الشخص اللي هيعمل لك ريكومنديشن، هل في مشكله؟ الاجابه بكل بساطه مفيش مشكله خالص، عادي جدا. الريكومنديشن ما هياش حاجه اساسيه، او الواسطه، مع ان انا ما بحبش الكلمه دي، مش حاجه اساسيه. ناس كتير جدا بتشتغل من غير ما يكون في شخص من جوه المصنع بيعمل لهم ريكومنديشن، وان شاء الله لما هتشتغلوا في المصنع هتكتشفوا وهتشوفوا قصص عجيبه جدا مش هتصدقوا الناس دي اصلا اشتغلت ازاي، يعني من غير ما يعرفوا اي حد خالص، وناس دخلت المجال من غير اي توصيات ونجحت وبقت حاجه كبيره جدا. كده انا جاوبت على كل الاسئله اللي جت. لو في اي حد تاني عايز يبعت اي اسئله تانية يبعت، مفيش مشكله، نجمع اسئله تاني وممكن اعمل فيديو تاني لو الاسئله التانية كتير. في النهايه ربنا يوفق جميع، اشوفكم على خير، سلام عليكم.